بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا ريحانة بريس على فتح هذا المنبر الإعلامي لتوضيح الخلاف الذي وقع بيني وبين الشيخ الفزازي. هو أنه كان استجواب صحفي مع أحد المنابر الإعلامية على لماذا اخترتم إنشاء تنسيقيتكم بعيدا على ما الشيوخ ما يعرفوا بالسلفية الجهادية. فكان الجواب كالتالي: على أن مجموعة من الشباب الذين اعتقلوا في ملفات الإرهاب يرون أن خطب ودروس شيوخ السلفيين كانت هي السبب التحريضي بطريقة مباشرة أو بغيرها في تورطهم في أعمال إجرامية وأعمال إرهابية التي أدت بهم إلى السجون وإلى حمل الفكر الجهادي في المغرب. وبالتالي لما خرج هؤلاء الشيوخ من المعتقلات كل خرج بفكرة مغايرة عن الآخر وانشغلوا في حياتهم العامة، فانشغلوا بحياتهم وتركوا ملف وراء ظهرهم، فبالتالي لم يعودوا مصدر ثقة عند هؤلاء الشباب، فبالتالي لا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل. فهذا الاستجواب أثار غضب الشيخ الفزازي، هذا الجواب ديالي أثار غضب الشيخ الفزازي، فظنا منا ربما أننا نسحب البساطة من تحته على أنه الملف سينفلت من يده رغم أنه تخلى على هذا الملف، لكن الواقع هو كذلك أن الشيوخ انشغلوا بحالهم فغضب غضبا شديدا ودخل يعلق على صفحته في الفيسبوك على أن معلوماتي خاطئة وأن سبب اعتقال الشيوخ هم الشباب لأنهم أثناء التعذيب وأثناء الاعتقال اعترفوا أنهم كانوا يستمعون إلى الشيخ الفزازي وغيره. فقلت له: هذا كلام صحيح، أنهم كانوا مبايرين بك، فأنا شخصيا أقول أنني سمعت من الشيخ الفزازي مباشرة ومن شفاهه مباشرة، وليس فيني وبينه إلا متر واحد وهو على المنبر، فيقول أن حكام العرب حكام المسلمين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويعتقلون ويعذبون أتباع النبيين بغير حق. يقول الآية من القرآن ويطبقها على هؤلاء الحكام، فماذا ما ينتظر من ذلك الشاب المتحمس الذي يملأ الحماس قلبه إلا أن يخرج إلى الشارع وينفعل في وجه هؤلاء الحكام. فكانت هذه سبب من أسباب تورط الشباب في أعمال إجرامية وأعمال إرهابية. سمعت في دروسه في ألمانيا وغيرها وهو يشيد بالشيخ أبي قتادة الذي معروف بخطبه الحماسية وكان هو المفتي العام للجماعة المقاتلة بالجزائر ويحارب الشباب على الفيء وعلى الغنائم في أوروبا، فماذا ينتظر من هؤلاء الشباب إلا أن يعملوا مثل ذلك؟ فهذا الجواب أنا لم أقل هذه التفاصيل ولم أذكر الشيخ بزازي بعينه، لكن هذه الأسباب وغيرها هي التي سببت باعتقال الشيوخ اعتقال الشباب، فلا يمكن أن يكون جزءا من الحل. الشيخ فزازي غضب علق على صفحتي فرددت عليه بوجهة نظري بكل احترام وبكل أدب، مما جعله يرد مرة أخرى ووقع بيني وبينه كلام في إطار الحوار وإطار الأدب وإطار قبول الآخر، إلا أنني ابن التيار وابن الحركة الجهادية، فكان جوابي دقيقا أحرج الشيخ فزازي مما يجعله يقوم بحذر من صفحته. أنا قلت على صفحتي بأن الشيخ فزازي يفر من نقاش حامل وطيس، وقلت كلاما على أنه قد سقطت عمامتك يا شيخ. فغضب الشيخ فزازي، ومن حقي أنا أقول ذلك باعتباري أننا كنشوف على أن الشيخ الفزازي ما بقاش يقوم بدور المشيخ ولا بروق من أبواق الدفاع على الدولة. الدولة في صوابها وفي خطأها الشيخ الفزازي يرد في كل مسألة تمس الدولة، فإنه يرد بالحق وبالباطل. هذه وجهة نظر الشباب للشيخ الفزازي. الشيخ الفزازي ولا بروق من أبواق النظام في الحق وبالباطل. نحن نحترم مراجعته الفكرية، لا إشكال في ذلك، أن يتراجع على أفكار التطرف هذا أمر إيجابي، كلنا نتراجع، لكن أن تصير تنتقد الشعب بأكمله كل من عارض الدولة في مسألة معينة، حراك الريف، حراك أي مسألة معينة، 20 فبراير غيرها وغيرها وغيرها، فهذا أمر لا يليق بمشيخة. إذا كنت شيخا
فتكلم في مسائل المشيخة، إذا كنت موظف لتيار معين فتكلم في تخصصك في المسائل التي تتقنها، أما أن تدافع بالباطل على الدولة هذا أمر لا يمكن، لا يقبله أي أحد. الدولة تترك الحق للناس أن تعارضها، والشيخ لا يترك هذا للناس. فأنا مثلا أتكلم مثلا ما وقع في حراك الريف وغيرها، ينتقد شباب الريف. لماذا؟ شباب الريف عندهم مطالب أساسية وعندهم مطالب من حقهم أن يطالبونها، ونحن من حقنا أن نساندهم وأن ندافع عنهم، لكن لا يمكن أن نخطئ كل من عارض الدولة في مسألة معينة. فالشيخ الفزاز يرى بأن إنشاء هذه التنسيقية، والله أعلم كوجهة نظر، إنشاء هذه التنسيقية ستترك مجموعة من الرموز مهمشين في هذا الملف، وأن البساط حقيقة سيسحب من التحزين وستسقط عمامته في هذه المسألة. ومعظم الشباب السلفيين لم يعد يعتبرون الشيخ الفزازي شيخا ومنظرا لهم، وبالتالي هذا هو حتى هو يفتخر بذلك. لكن عيب وعار أن يحشر الشيخ الفزازي أنفه في كل الأمور، عيب وعار، بدلا أن يزكينا، بدلا أن يقول بارك الله لكم في عملكم، بدلا على أنكم استطعتم وكانت لكم الجرأة للدفاع على مجموعة من المعتقلين، ونحن نصرح في التنسيقية المغربية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أننا لا ندافع على كل المعتقلين، نحن ندافع عن من تراجع على أعمال، على أفكار إرهابية، ليس على أعمال إرهابية. أما من قام بأعمال إرهابية فالدولة كفيلة به. نحن ندافع عن من كان له فكر متطرف وتراجع عن فكره، فيجب الدفاع عنه كما تراجع الشيخ الفزازي وخرج من السجن. فهؤلاء الشباب الذين تراجعوا على أفكارهم ولم يكن لهم في الميدان قتل ولا هدم ولا حرق ولا قتل، فيجب الدفاع عنهم، ومن أجل الخروج من غياهب السجون، ومن أجل اندماجهم في الحياة العامة، ومن أجل انخراطهم في الحياة السياسية، ومن أجل أن يعيشوا في مغرب وفي وطن يحتوي الجميع ويضم الجميع، فلا يمكن لأحد أن يقف في طريقنا في هذا المشوار الذي نرتضي به وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء.